نحن نطمنكم يا اخوانا تماما انه مجرى العمليات ماشي بالصورة المخطط لها، واطمنكم تماما باننا باذن الله وبدعواتكم ودعوات كل الشعب السوداني في كل ربوع الوطن الحبيب باذن الله باذن الله وبدعوات هذا الشعب الطيب باذن الله منتصرين. ما عندنا اي خيار، ما عندنا اي خيار غير النصر، وباذن الله سننتصر. يستشهد 10، يستشهد 100، يستشهد 1000، يستشهد مليون، يستشهد 10 مليون، يستشهد 48 مليون سوداني، ليبقى كم طفل من الاطفال ديل حشان ما تاني يعمروا هذه الارض. لكن لن نركع لدول الشر ولن نركع لعرب الشتات، وبإذن الله الجنجويد في هذه البلد إلى زوال. نحن يا أخواننا بعد الانتصار بإذن الله والقريب جدا، نحن بإذن الله يا أخواننا هنعمل فترة تأسيسية لعدد من السنوات ما فيها أي حاضنة سياسية. حاضنة الفترة التأسيسية هو الشعب السوداني، هو المقاومة الشعبية الفتية. هنقود يا أخواننا تأسيس الدولة السودانية على أطر وطنية صحيحة، لا للعمالة، لا للارتزاق، لا للعملاء، لا لخونة الأوطان. كل من أخطأ في حق الوطن سيحاسب، وبإذن الله نعود بالسودان وقيم السودان إلى سيرة الأولى. نحن كلنا في المؤسسة العسكرية يد واحدة، همنا هذا الوطن، همنا هذا الشعب، نضحي من أجله، نتحمل المسؤولية تماما بكل شجاعة، بكل تضحية، بكل فداء، نحن وجيشنا ومؤسستنا العسكرية، وبإذن الله مع الشعب السوداني جميعا خطوات إلى الأمام من أجل بناء دولة حديثة تفرح ويحلم بها ويتباهى بها شبابنا ديل الصغار ديل.